بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الثلاث من الأسبوع الخامس للصوم الكبير، ونكمل حديثنا عن أنا ما أنا. نبوة موسى النبي النهاردة من سفر العدد صح 10 و11، نلاقي حادثة كده فيها الأنا واضحة قوي، أنه ربنا حدد لموسى أنه يبقى عنده 70 شيخ يشيلوا المسؤولية معاه. ولما ربنا يعني حدد 70 شيخ، كان في منهم 2 رفضوا يجتمعوا مع موسى وياخدوا من روح الله اللي على موسى، واحد اسمه ألداد وواحد اسمه ميداد. وهنا عاوز أكلمكم دقايق عن الفردية. الشخص اللي الأنا عنده كبيرة يحب يبقى باين ويحب يبقى مختلف بطريقة تعمل مشاكل، يعني يبقى دايما عاوز ما يمشيش مع المجموعة، عاوز يستقل برأيه، عاوز يعند، الناس كلها بتعمل حاجة هو يعمل حاجة تاني، وبالتالي ما يحبش يخضع. يعني طب الناس كلها رايحة لموسى عشان تاخد نعمة من موسى لأن هم هيبقوا قادة للشعب، لكن هم عاوزين يفضلوا في مطرحهم ويدعوا أن هم امتلأوا بروح النبوة وعاوزين يقودوا الشعب ومش عاوزين يبقى لهم كبير. لدرجة أنه يشوع بن نون خادم موسى قال يا سيدي موسى أردعهما، يعني اتغاظ منهم لأنه مالهم ما بيسمعوش الكلام، ليه ما يجوا زي بقية الناس؟ فقال له موسى ألعلك تغار لي أنت؟ ليت جميع شعب الرب أنبياء يجعل الرب روحه عليهم. في الوقت اللي ألداد وميداد الأنا عندهم كبيرة وعاوزين يظهروا وعاوزين يستقلوا وعاوزين ينفردوا بالقيادة، مش عاوزين يبقوا تابعين لحد ولا يوطوا راسهم لحد، موسى النبي على النقيض راجل متواضع جدا بيقول له يا ابني يا ريت كل الشعب يبقوا انبياء زي، هو انا هحافظ على مكانتي؟ هو انت هتغير علي؟ انا اخر واحد، انا محل المسؤوليه تعباني، انا مش بفكر في كرامتي كرئيس انبياء، انا اللي يهمني خلاص الشعب كله. يبقى رجال الله كانوا دايما متواضعين وعندهم انكار نفس ومش فرحانين بالمركز ولا المكانه، وبالعكس يتمنوا كل الناس ياخدوا مسؤوليات وأكتر منهم، هم مشغولين على خلاص نفسهم وعلى خلاص شعبهم. هنا برضه عاوز أحكي لكم حكاية في البستان يمكن تفهمنا يعني إيه أنا ما أنا. يحكى في سيرة القديس الأنبا بخوميوس، زمان القديس أنبا بخوميوس من آباء الرهبان الكبار، أن في الوقت ده في راهب مبتدع جمع مجموعة رهبان حواليه وانشقوا عن الكنيسة وبدأ يدخل في بدع وهرطقات. فواحد من رهبان أنبا بخوميوس قابل واحد من رهبان هذا الراهب المبتدع وقال له أبونا بتاعنا الرجل الملخبط ده بيقول لأبوكم بخوميوس تعالى عند النهر واللي يعدي النهر ماشي على المية يبقى هو ده اللي ايه كلنا نمشي وراه. فرجع الراهب للقديس بخوميوس متلخبط لأنه الطلب غريب، وقال له يا أبي قابلت واحد قال لي كيت وكيت. فالأنبا بخوميوس قال له يا ابني لو شفته تاني قل له بخوميوس مشغول يعدي نار جهنم مش مشغول يعدي على المية ماشي على رجليه. فتعجب الراهب من اتضاع أنبا بخوميوس وقال له يا أبي وهل يستطيع هذا الراهب أنه يعمل كده؟ قال له يا ابني ممكن بقوة الشيطان، بدل فرحان بنفسه وإيه شايف نفسه يعني أهم واحد وعاوز كل الناس تمشي وراه، الشيطان يقعد ينفخ فيه لغاية ما يضيعه. وحصل فعلا ما فاتش سنوات بسيطة وانتهى هذا الراهب نهاية سيئة. قراءة أخرى النهاردة من رسالة يوحنا، كاثوليكون من يوحنا الأولى إصحاح 3، وعاوز أعلق على آية واحدة مرتبطة بموضوعنا لما بيقول قديس يوحنا إيه؟ أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. أحد أهم الفروق بين ولاد ربنا وولاد العالم موضوع ما أنا ده. كل اللي ما يعرفوش المسيح ومفهومش روح الله تلاقي الأنا بتحركه، لازم الذات الكرامة، يا إما كبر النفس يا إما صغر النفس، لكن هي النفس دي هي اللي إيه بتحرك الناس كلها. فتلاقي العصبية وتلاقي الإدانة وتلاقي التذمر وتلاقي الغيرة وتلاقي الحقد وتلاقي الحسد وتلاقي حب التملك وتلاقي الخصام، كل ده من بنات الأنا
أو الذات. إنما في المقابل أولاد الله ظاهرون، يعني لما تتعامل مع أولاد ربنا تحسه طيب، تحسه مش بيفكر في نفسه، تحسه بيجي على نفسه بسهولة، تحسه يعني ينسى نفسه، ما ينشغلش بكرامته، ما يقعدش يقول أنا عاوز وأنا قلت وأنا تعبت وأنا ما فيش أنا خالص. إنما اللي يشغل ولاد الله إيه؟ مصلحة الناس وخير الناس وسلام الناس وكل حاجة حلوة حواليهم، وكأنهم مش موجودين خالص. إذن هنا أولاد الله ظاهرون، يا ترى إحنا ظاهرين؟ يا ترى الصوم ده غير فينا فبقت علينا نعمة ربنا وبقينا باينين كده إن إحنا بطبعنا متواضعين، إن إحنا بننسى نفسنا، إن إحنا ما بنفكرش في روحنا، ولا لسه إحنا شابهنا أهل العالم والأنا عندنا كبير؟ أما إنجيل النهاردة في يوحنا 8 تواجهنا كلمات المسيح له المجد، يقول إيه؟ أنتم لستم تعلمون من أين أتيت ولا إلى أين أمضي، أنتم إنما تدينون بحسب الجسد، وأما أنا فلست أدين أحد. ونقف هنا عند علاقة الأنا بالإدانة. كل ما الواحد الأنا بتاعته كانت كبيرة، كل ما روح الإدانة ملأ عقله وقلبه. فهنا بيقول لهم أنتم بتدينوا حسب الجسد. تصوروا اليهود بيدينوا المسيح، اليهود اللي كلهم شر شايفين المسيح غلطان، وربنا يسوع له كل المجد اللي فيه كل القداسة لا يدينهم في المقابل. طب يا رب انت الديان وانت الحاكم العادل وانت المشرع وانت القاضي وانت اللي من حقك تحكم على الناس دي كلها، وانت اللي بعينك تقدر تشوف كل الخطايا الخفية والظاهرة، يقول انا مش بدين حد. وهم اللي كلهم شر شايفين القدوس الكامل في أخطاء ومش عاجبهم المسيح. شوفوا إلى هذه الدرجة الأنا تقلب الموازين. يبقى الواحد زي ما قالوا كده يسقط ما فيه من عيوب على الآخرين. يعني ممكن أكون أنا بحب الفلوس فتلاقيني أقول إيه فلان ده أصله غاوي فلوس، وكل ما يتكلموا عن حد أقول أصله الفلوس مش عارف شغلات، وهي المشكلة عندي أنا، أنا اللي مش راضي أشوف عيبي فحاطط العيب ده في الناس كلها. أنتم تدينون حسب الجسد، يعني مقياسنا في الحكم على الناس مقياس كله ملخبط، لأنه إحنا بندين على أي أساس إذا كنا إحنا نفسنا مليانين شر؟ افتكروا دايما أن كل مرة يجي في بالك فكر إدانة ده ترجمة إيه؟ الأنا. على طول امسك على نفسك وقول بس أنا كده عندي ذات، أنا كده الأنا بتاعتي كبيرة. طالما مركز في عيوب الناس يبقى أنا محتاج تواضع، أنا محتاج إنكار نفس. أنا لو عرفت أنسى نفسي خالص مش هشوف عيوب حد. أنا فين والمسيح فين اللي بيقول أنا لست أدين أحد؟ يعني مرة كنا بنعملها كده مسابقة مع الشباب ونقول لهم إيه؟ كملوا الآية، هما مش حافظين الآية. أنتم تدينون حسب الجسد أما أنا، فواحد طلع يقول إيه؟ أدين حسب الروح. قلنا له لا، الآية بتقول أما أنا فلست أدين أحدا. إحنا فاكرين إن إحنا كمان هندين الناس حسب الروح، ده صايم ده مش صايم كفاية، ده بيصلي ده مش عارف إيه. لا الدين حسب الجسد ولا حسب الروح، أنت ما تدينش حد. أنت إذا كنت متواضع القلب مش هتدين غير نفسك، هتشوف كل الناس حلوة وهتشوف خطيتك بس. ربنا يسوع وهو الديان قال ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. ما كان أسهل على المسيح أنه يحكم على كل البشر ده بيعمل وده بيسوي، إنما ربنا يسوع مش عاوز يعمل دي. ربنا كل اللي يهمه يخلص العالم كله. لو إحنا فعلا تشبهنا بالمسيح زي ما قال لنا اللي عاوز يمشي ورايا أول حاجة يعملها إيه؟ ينكر نفسه، وكأنه بيقول اتعلموا مني أنا بنكر نفسي، بدليل أن أنا مش بدين حد مع كل الشر اللي في العالم ده، إنما كل اللي شغلني كيف أخلص الناس. لإلهنا كل مجدوك.